في سياق متصل أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن انعقاد مؤتمر الشباب في الإسماعيلية هو شرف ودلالة على أهمية المنطقة. أضاف أنه من المهم أن يرى الشباب المشروعات التنموية التي تقام هنا مثلما كانت الحروب هنا أيضا. إن شاء الله مشروع تنمية قناة السويس يلقى رواج ويطلع بمصر من الناحية الاقتصادية إلى آفاق واسعة. وزي ما قلت لحضرتك الموقع بتاعنا عبقري، مش موقع يجمع بين البحرين البحر الاحمر، بيقسم قارتين، قاره افريقيا وقاره اسيا، وفي مرور يومي حوالي 50 سفينه 50 60 سفينه. لازم نستغل الموقع ده، احنا عندنا مده كبيره ما بنستغلش الموقع ده.